الفاكهة، احنا خلاص يعني داخلين على فصل الصيف او بقينا في الصيف طبقا لدرجات الحرارة الموجودة عندنا، ولكن فواكه الصيف نعرف ازاي؟ هل ممكن فعلا السؤال انها ممكن تعمل حساسية؟ كلنا بنحبها، انت عندك بقى بناكل بطيخ وخوخ ومشمش وجوافة وغيرها بقى من الحاجات، هل دي ممكن تعمل حساسية وتسبب حساسية للناس؟ يمكن ليه بقول لكم كده، لان احد زملائي الاعزاء رئيس تحرير برنامجنا يعني شفته مره وكلمته، مالك يا عم مصطفى؟ قال لي جالي حساسيه من البطيخ. فانا شخصيا استغربت جدا ان ده ممكن يحصل، فقلنا لا لازم نطمن على كل الناس لانه يبدو ان ده بيحصل. يقال كمان ان هي مساله المناعه، ان يكون عندك مشكله مع البروتينات بتاعه الفاكهه، برضو ده سؤال مهم. في ناس هتسال هو في فاكهه فيها بروتين؟ طبعا مش مثلا اعتقد والزبيب، لكن مزيد من المعلومات الدقيقه هتقولها لنا الاستاذه دكتوره جيهان فؤاد عميد المعهد القومي للتغذيه. دكتوره جيهان مساء الخير يا فندم. نور يا فندم، اهلا بحضرتك. يعني فكره انه حد يحصل له حساسيه من كالبطيخ وده اتكرر، كالفراوله، انا بسمع عن الفراوله اكتر، بس ده بيحصل ليه؟ يعني حساسيه بتيجي من الفاكهه ازاي؟ هو نقول انها اسمها تحسس، لانه تمام. الحساسيه والتحسس في فرق بينهم. تمام. الحساسيه زي ما حضرتك تسمعي، حد بياخد حاجه نوع ساعات من الطعام وتبقى شديده جدا، تسمعي انه راح الرعايه، دخل استقبال، حصل له اختناق، فدي بتبقى حاجه بتكتشف مره واحده وبعد كده فور لايف، هو مش هيقدر ياخدها تاني او مش هيتعامل معاها خالص. يعني هي دي اللي هي دي التحسس، لو عارف ان انا بيجي هي دي الحساسيه. التحسس ده حاجه بقى ايه، زي بتقولي ايه، انا لما اكلت حته سمك صغيره ما حصليش حاجه، بس لما بكتر في السمك بتعب. يعني تمام. لو اكلت مثلا فراولايه مش هيحصل لي حاجه، بس لو اكلت نص كيلو فراوله هتعب. هي بصراحه اللي حاصل من الفاكهه ده، خصوصا لما بنكون مقبلين على فاكهه لسه نازله جديد واحنا نفسنا ناكلها، مثلا نفسي اكل البطيخ اول ما ينزل، بيقولوا عليها بشاير البطيخ، بشاير المشمش، بشاير المانجا. للاسف الشديد بعض الناس معدوم الضمير اللي بيتعاملوا بيروحوا ياخدوا يشتروا الجنينه لسه قدامها شهر او شهرين ويرشوها حاجات مواد عشان تساعد على النضج السريع للفاكهه، وده سبب المشاكل اللي بتشوفيها حضرتك. الاسهال ساعات ممكن يوصل لدرجه انه يدخل المستشفى، يفضل تعبان كذا يوم. بتحصل اكتر مع الحاجات اللي هي زي المشمش، زي الخوخ، زي البطيخ، زي برضو بعض الحاجات. يعني عايز اقول ان الموضوع من الخطوره انه ساعات بيؤدي الى التهاب، يعني acute condition في الكبد. أيوة. نوع من التسمم، لانه بتبقى ما يعني كانه اكل حاجه سامه. طيب يبقى النصايح هنا تبقى ازاي؟ لانه برضو يعني الناس ما بتبقاش عارفه انا جايبه من اني مزرعه ولا اني مرعى ولا اني تاجر ولا اعمل ايه عشان اتاكد. ما ناكلش الحاجه في الاول ما يوم في البشاير، قاعده مستنيه كده المشمش واكل 500 جنيه عشان اقول ان انا صحيح. ده حتى يعني ده هيحصل قريبا مع المانجا، فنستنى لما ايه تنزل براحتها في السوق. تحضيرات من دلوقتي ابتدت وزاره الزراعه والمواقع بتاعت وزاره الزراعه تقول ان انتم اللي في الاول لسه استنى، ما تاكلش الحاجه في الاول. يبقى النصيحه الاولانيه، اول حاجه ما تاخدش بدايه ظهور المنتج او الخضار او نستنى عليه شويه. طيب تاني حاجه الغسيل الجيد. يعني انا جبت مثلا بطيخه، الصوره دلوقتي عندي في الشاشه في بطيخ وخوخ وايا كان الفاكهه، انا جبت فاكهه، ايه اول الخطوات اعملها علشان اضمن انه ما يحصلش حاله من الحساسيه؟ هي مش ما فيش حاجه تضمن للواحد انه ما يحصلوش حساسيه. وانا متحفظه شويه على كلمه حساسيه دي، انا شايفاها ان هي يعني الحساسيه دي حاجه بتبقى حاجه مدمنه. يعني خلينا نستعمل المصطلح حضرتك قلتيه، التحسس. يعني تمام. دي اول حاجه. ثاني حاجه الفاكهه اللي هي بتتغسل، لازم الفاكهه كلها تتغسل، ويمكن الناس تستغرب شويه نقطه مسحوق من مساحيق اللي بنغسل بيها المواعين. بسيط. فكرته ايه؟ فكرته عامل حاجه فاكره التوتر السطحي، لانه بيشيل المواد الدهنيه المرشوش بيها الحاجات، دي اول حاجه. يعني وانا بحط في الميه كده، اول غسله بميه، ثاني غسله فيها نقطه
من الصابون بتاع المواعين اللي انا يعني حضرتك بتقولي بيتفاعل مع لو في ماده مغشوشه تمام بيشيلها بينظفها. تاني حاجه معظم السوبر ماركت دلوقتي وموجود البرمنجانات في حاجه كده موجوده في الصيدليات لغسيل الفاكهه. ايوه واقراص كده لغسيل الفاكهه يعني تمام. نبقى على فكره ده المفروض يحصل مع الفاكهه، المفروض يحصل مع البقدونس والحاجات الخضراء مع الحاجات الخضراء كلها المفروض كلها، وبعدين تجفف ونحطها في الثلاجه ما كلهاش بعد ساعه ساعتين. التبريد هنا بيفيد، التبريد هنا بيفيد. ايوه تمام، من الحاجات المهمه جدا التبريد، يعني مش هاخدها كده انا شاريها واروح ماسكاها بايدي غسلها كده في لحظتها واحطها في بقي على طول يعني لا. بس يعني دكتوره جان في حاجات بتبقى مغريه، مش مشاية حلوه يعني، عارفة في حاجات جوافه صغيره كده حلوه بتبقى برده الافطار بقى يعني أيوة. وعدم الافطار من الاكل، عارفه البطيخ بالذات مغري، عارفه ان الواحد يقطع بطيخه وياكلها يعني لسه المخرج بتاعي بيقول لي انا النهارده بطيخ ساقع وجبنه، فيعني فاذا الكلام اللي حضرتك قلتيه انه يسقع البطيخه كويس تمام، ده نوع من انواع الامان ليها يعني. تمام فدي حاجه مهمه جدا حكايه الحبز. الحبز يعني طبعا دلوقتي بقى في حاجات متقدمه، انت عارفه حضرتك عن زمان في آلة معينه للحبز وفي كيس معينه للحبز، في طبعا حاجات كتير يعني، ده التعامل مع الحاجات اللي هي الخضار اكيد والفاكهه وكده. طبعا الغسيل والحاجات دي كلها مهمه، وطبعا احنا اكثر حرصا مع الاطفال لانه برضو الاطفال لسه ما تعرضوش لامراض ولسه مش عارفين ممكن يحصل لهم ايه. طيب لو انا بالضبط. لو انا حسيت دكتوره جيهان ان انا لما اكلت حاجه تعبت واتكررت في الوقت ده بقى اروح لدكتور واعمل اختبارات الحساسيه افضل يعني؟ هقول لحضرتك حاجه، يعني الاختبارات الحساسيه يعني دلوقتي جرت العاده بيننا وبين زمايلنا فيها مشاكل كتير. يعني انت ممكن تعملي مثلا التحاليل اللي هو 30 نوع او 40 نوع ويقول لك ان انت مثلا ما عندكيش حساسيه من نوع معين وتلاقي نفسك انت عندك. يعني أيوة. حدد لك اماكن حاجات عكس ما انت متصوره بيها. فلاقي حاجات انا كويسه معاها. ايوه نتيجه أيوة. بنبقى متوقعينها لو اكثر من 0.35 ده معناه ان ممكن المفروض يعمل لك مشاكل، فتلاقي نفسك بيحصل لك مشاكل مع حاجات هي مش مديها نتيجه ايجابيه. فاحنا بطلنا حكايه الاختبارات بتاعت الحساسيه، بنعتمد على ايه؟ على ما يحدث معايا. عندي التحسس ده ممكن يحصل لي من حاجات كتير، اشهرها اللي هي اللبن اللاكتوز انتولرنس اللي هي التحسس اللاكتوز. تمام. في ناس مش بتتحمل اللبن صحيح عشان السكر اللي موجود فيه. صحيح. في ناس بتتحسس من الشوكولاته. صح. في ناس السمك من اكثر الحاجات لانه في حاجه بتحصل فيه لو الحفظ بتاعه في الفريزر مش مظبوط، ودي بتحصل كتير يقول لك تسممه بعد اكل السمك. ايوه اللي حصل هو الحفظ اللي مش جيد ده بيعمل فعلا تسمم. ايوه لانه في بعض الانواع من الخضار وبعض الانواع من البروتينات زي الهستامين، عارفه الهستامين اللي هو بيعمل أيوة. لنا اسهال ويعمل لنا برد، ده تمام. بيبقى بيكثر في الحاجه في عدم الحفظ، عشان كده حكايه حفظ الاكل معلومات هو اهم حاجه. انا الحقيقه استفدت من نصايح كتير، وخلينا نقول دكتوره جيهان ان زي ما حضرتك قلتي على الفاكهه كمان الخضار ينطبق عليه نفس النظافه والتبريد، هيخليه امن برضو بالنسبه للناس. تمام. انا بشكرك جدا دكتوره جيهان فؤاد عميد المعهد القومي للتغذيه. طبعا انا عارفه كويس قوي احنا كمان مقبلين على الصيف، والحقيقه الفاكهه والفاكهه المصريه في الاسواق مفرحه، يعني العنب بقى والخوخ والمانجا والحاجات دي، بس هي فكره ان احنا ما ناكلش الحاجه وهي بشاير، وان احنا نعمل عمليه الحفظ، وان انا لما اغسل الفاكهه احطها شويه في الثلاجه، عمليه التبريد دي بتعمل لها ايضا بتديها وقايه ان احنا نقدر ناكلها بامن وامان وسلام، وان شاء الله ما تتعرضوش لاي حاجه.